تصريحات عمرو الدرديري وخالد الغندور عن فرجاني ساسي وتريقت السنين الاتنين على فرجاني. قال لك ما هو فرجاني هيحن اليومين دول بعد ما عرف ان نادي الزمالك فيه فلوس، وبعد ما عرف كمان ان نادي الزمالك جدد للونش وجدد لزيزو. قال لك خلاص انا جاي نادي الزمالك، بعد ما كمان عمرو الدرديري بيقول لي في خالد الغندور ايه، ما خلاص ما هو مش لاقي نادي يروح في الخليج فاجدها يجدد للزمالك، ما قداموش حل تاني غير يجدد للزمالك. ساعتها بقى نادي الزمالك يتنك. ده ايه مش فاهم الحوار ده، مش فاهم كل يومين بتصريحات تجنن امنا، انا مش فاهم الحوار ده. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك الجميل واشتراكك اللذيذ عشان نخش في التصريحات اللذيذه يا برنس. يلا بينا نبدا. الاثنين يا باشا بيتكلموا على الراديو في برنامج مين؟ خالد الغندور، اللعبه الحلوه اللي بيجي على اون اف ام ديت. ماشي يا باشا، الاثنين بيتداخلوا مكالمه عاديه جدا جدا، وخالد الغندور بيسال عمرو الدرديري ايه يا باشا على رايك على فرجاني ساسي، هي لما هيجي هيجدد ولا مش هيجدد؟ قال له بص يا خالد الغندور، الحوار ايه؟ الحوار ان فرجاني بعد ما عرف ان نادي الزمالك جدد لزيزو، وبعد ما عرف ان نادي الزمالك جدد للونش، ففرجاني تاكد ان خلاص بقى في فلوس في النادي، ان خلاص هياخد مستحقاته، وان خلاص هيوافق على ايه النسبه اللي كان قايلها عليها نادي الزمالك والعقود والاعلانات والحوار ده، ففرجاني ايه هيلم لوكشه حلوه. قال لك بس ساعتها احنا نعمل ايه؟ ناخد قرار اللي احنا نتنك على فرجاني ونديله اللي احنا عاوزينه، هو بقى يوافق ما يوافقش براحته، ما خلاص وافق. هو حال فرجاني يقول لك دلوقتي يا عمرو الدرديري، حال فرجاني وقف تماما، فاحنا لازم ايه نوقفه له اكتر ونتنك عليه ونديله اللي احنا عاوزينه، على اساس ان نادي الزمالك مش محتاج له. ما هو نادي الزمالك يا شباب كل احترامنا لنادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك في احتياج لفرجاني ساسي، يعني لعيب بالحجم ده ولعيب بكواليتي فرجاني ساسي محتاج نادي الزمالك، ان نادي الزمالك محتاجه بجد. ولكن الاثنين تصريحاتهم كده يعني تضحك شويه، يعني ما تفهمش تمسك نفسك من الضحك، ويخش معاهم كمان شادي عيسى. يعني شادي عيسى ده برده من ضمن الناس اللي برده تمسك نفسك من الضحك. هي الناس دي مقتنعه بحاجه غير الناس التانيه، يعني الناس دي في مخها حاجه تاني غير البني ادمين، يعني مش فاهم انا الحوار ده. ولكن الاثنين بيتكلموا يا باشا في تصريحاتهم، تقعد انت تسمع، تخيل بقى انت بتسمع الحوار ده في ودانك، انا حاطط السماعه كده في امان الله بسمع الراديو عادي، بسمع الراديو عادي يا باشا، بنسمع الراديو عادي طبيعي، وانت تسمع الناس دي فانت مش عارف تضحك ولا تعيط ولا تقفل الراديو ولا تقولهم خلاص كده يا باشا ارحموا ابونا بقى. ولكن ما تفهمش الحوار ده هيروح معاك على فين، ان الحوار ده صعب جدا يا برنس. ولكن التريقه وحوار التصريحات ده جننك اساسا لوحده، انت تقعد تضحك. الاثنين بيعملوا اساسا كميه كوميديا، يعني الاثنين دول كميه كوميديا ما اقولكش نكش فكش، الكوميديا دي موتك على نفسك من الضحك. كوميديا دي السنين من عمرو الدردير وخالد الغندور، كوميديا بمعنى كلمه كوميديا يا برنس. انت بتتكلم على ناس بتضحك ليل ونهار، ناس بتطلع تصريحات وهي نايمه على السرير، فوق السرير تحت السرير بتطلع تصريحات. انت بتتكلم على ناس بتتريق على اي حد في الاهلي، لو الاهلي ده خد افريقيا لا لا ما خدهاش. هو مش مقتنع مثلا ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره، كيان عظيم، بطولات، انجازات، بص زي ما انت عاوز تقول قول. هو برده مش مقتنع الحوار ده. ولكن هنعمل ايه؟ هو ده كان حوار بينهم هما الاثنين على موضوع فرجاني ساسي. وسؤال ليك انت يا برنس، هل فرجاني ساسي هيجدد لنادي الزمالك اه او لا؟ ده اللي ترد عليا عندك في التعليقات يا برنس. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، اشتراكك اللذيذ، سلام يا برنس.